السلام عليكم. السلام. انتبهوا علي يا شباب. في الدروس السابقة تحدثنا الجسم عندما يشحن بأعداد صحيحة من شحنة الإلكترون الواحد. ماذا أقصد بذلك؟ يعني لدينا مثلا جسم تم دكه، هل ممكن أن ينشحن هذا الجسم بخمس إلكترونات والنصف؟ لا. لا، يا خمس إلكترونات يا ست إلكترونات يا سبع إلكترونات، يعني بذلك أن الشحنة مكمأة، يعني أنا أعداد صحيحة من شحنة الإلكترون الواحد. من الذي أكد لنا ذلك؟ قال هذه التجربة اللي حنشوفها الآن هي تجربة ملكان، أكد أن الأجسام المشحونة تشحن بأعداد صحيحة من شحنة الإلكترون الواحد. يا ماجد انتبه عليه، راويك التجربة وانتبه، وأنا أثناء التجربة سوف أقوم بعملية إيش؟ الشرح. لدينا صفيحتين، هذا اسمه صندوق ملكان. طبعا اللوح اللي باللون الأزرق ماذا يعني لنا؟ مشحون بشحنة إيش؟ مشحون بشحنة إيش؟ سالبة. واللوح الموجود الأسود مشحون بشحنة إيش؟ موجبة. الآن لدينا أيضا منظار راقب معنا، هنوقف الصورة شوي. لدينا منظار لمراقبة الشحنات وهي قطرات الزيت. لاحظ معي أنا تأكيدا لكلامي، هذا اللوح مشحون بشحنة سالبة وهذا اللوح مشحون بشحنة موجبة، ما هو السبب؟ قال الأستاذ لاحظ هنا هذا متصل بالقطب السالب وهذا متصل بالقطب الموجب. بس ليكن بمعلومة، هذه البطارية متغيرة الجهد. ماذا تعني بمتغيرة الجهد؟ يعني الجهد ممكن أن أزيده أو أقلله حسب ما أريد، حسب ما أريد. طبعا هتعرف فيما بعد كيف أزيد الجهد باستخدام مقاومة، ممكن مقاومة متغيرة أو باستطاعتي أن أستخدم جهد متغير، بطارية جهدها متغير. هذه عبارة عن قطرات من الزيت، هذه القطرات عندما تخرج مثل البخاخ الإلكتروستاتيكي اللي أخذناه في الوحدة السابقة، عندما تخرج القطرات تكون مشحونة، تكون مشحونة، حتنشحن القطرات وليكن بشحنة إيش؟ موجبة. كل قطرة من هذه القطرات الآن هي مشحونة بشحنة موجبة، وأحياناً تستخدم وتكون مشحونة بشحنة سالبة، ولكن إذا أردت أن تكون مشحونة بشحنة سالبة يجب أن تغير الصفائح. أيوة نعم نعم. الآن لدينا القطرات مشحونة بشحنة موجبة، أنا عندما أقوم ببخ قطرات من أي بخاخ، بخيت بخ قطرات، أعطيت القطرات في هذا الشكل، ماذا يحدث للقطرة؟ بعد ذلك تسقط على الأرض بسبب إيش؟ الجاذبية. معناته هناك قوة الجاذبية تجعل هذه القطرات تهبط إلى الأسفل. أحد هذه القطرات دخلت صندوق ملكة وهي مشحونة بشحنة إيش قلنا؟ موجبة. دخلت من خلال هذه الفتحة الصغيرة. راقب معي، نتابع. أحد هذه القطرات وهي مشحونة دخلت إلى داخل صندوق ملكة. راقب، المفروض ماذا يحدث لها؟ بسبب ايش؟ الجاذبية، صح؟ من يشير لي اين اتجاه المجال الكهربائي؟ ما هذا لوح مشحون بشحنة موجبة؟ سابع فوق الى الاعلى، اذا اتجاه المجال بهذا الشكل، صح هذا كلام؟ طيب، والشحنة ما نوعها؟ طيب، اذا وضعت شحنة موجبة في مجال كهربائي
تتأثر باتجاه المجال بقوة كهربائية أم عكس المجال؟ باتجاه المجال. معناته هناك قوة كهربائية الآن مؤثرة على الشحنة الموجبه، أين اتجاهه؟ إلى الأعلى بنفس اتجاه المجال. وهناك قوة أخرى، أين اتجاهها؟ الأسفل، اللي هي قوة الجاذبية. إذا كانت FG أكبر من FE ماذا يحدث للقطرة؟ تنزل. وإذا كانت FE أكبر من FG تصعد نحو الأعلى. أستاذ، هني أقوى من الجاذبية؟ لا، هنا بقى أنا أتحكم من خلال المنظار، أنا أنظر بالمنظار وأتحكم بالجهد وأغير وأغير حتى تصبح القطرة متزنة. FG تساوي FE. نعم، المتزنة ماذا تعني متزنة؟ يعني بما معناه أن القوة الكهربائية تعادل FG. صعب هالكلام؟ إذن الآن أصبح لدينا FG تساوي FE. زين سامي، رح يجي نشوف استبدلنا يوم خلينا لحظة. هل أستطيع أن أقول FE تساوي FG لو لم تكن متزنة؟ لا. معناه تعرفت ليش أنا خليتها بشكل متزن؟ حتى أستطيع أن أستفيد من قوة الجاذبية في إيجاد قيمة الشحنة. الآن FG تساوي FE، صح؟ من هي FG؟ M في G. ومن هي FE؟ QE. أنا ماذا أريد؟ QE. أقول إن Q ماذا تساوي؟ M في G على كتلة القطرة. أستطيع أن يتم وزنها بواسطة ميزان. في نجيب كتلة القطرة ولا لا؟ أستطيع. هل أستطيع معرفة الجاذبية؟ نعم. كم قيمتها؟ 9.8. ممتاز. هل ممكن أن أعرف قيمة المجال؟ الشاطر بيقول لي. هل ممكن أن أعرف قيمة المجال؟ فكر. طبعا. كيف؟ فكر معي، هذا مجال شو نوعه؟ ما نوعه؟ منتظم. كيف أحسب فرق الجهد في مجال منتظم؟ أليس فرق الجهد يساوي E في D؟ معناته E ماذا تساوي؟ دلتا V على D، صح؟ أليس أستطيع قياس المسافة بين اللوحين؟ ألا أستطيع أن أقرأ ما هو جهد البطارية؟ طرف. إذن E أصبحت لدي، وكتلة القطرة لدي، والجاذبية لدي، أستطيع حساب الشحنة. إلى هنا لم أقل أن الشحنة مكمها. ملكان استطاع أن يقيس في هذه التجربة شحنة هذه القطرة. كيف استطاع أن يعرف أنها مشحونة بأعداد صحيحة؟ أخذ شحنة هذه القطرة وقسمها على شحنة الكترون واحد. 1.6 كيو قسمها على 1.6 × 10 قوة الشحنة الأولية، فخرج لديه عدد ثابت. عدد صحيح. عدد صحيح. بذلك أثبت أن الشحنة مكمعة. فهمتوا علي؟ محتمل أن تكون صدفة، ثم أجرى التجربة على شحنة أخرى وعلى شحنة أخرى فوجد هذا الكلام صحيح 100%. إذا بذلك أقول إن الشحنة مكمأة، أي تحتوي على أعداد صحيحة من شحنة الإلكترون الواحد.